مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو مرض السكر عند الأطفال. ازاي بيتم التعامل معاه؟ ازاي بنكتشف انه الأطفال او الطفل لا قدر الله بعد الشر عليهم يا رب ربنا يحفظهم انه مريض سكر في سن صغيرة؟ لانه طبعا الأطفال عموما هم بياكلوا حلويات، ده طبعا بيبقى مضر جدا جدا لنسبة الأنسولين في الجسم، ولا قدر الله ممكن يؤدي الى غيبوبه سكر ثم الوفاه. النهارده هنتكلم عن الموضوع بالتفصيل، ازاي نكتشف، ازاي نعرف، ازاي نحافظ على نسبه الانسولين في الدم بعد الاكتشاف، من ضيفتنا الكريمه الدكتوره رشا العدوي استشاري طب اطفال والغدد الصماء بجامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. طبعا اهلا بك يا صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكي. طبعا معروف مرض السكر بيطلق عليه المرض الصديق، لان الواحد لازم يعيش معاه طول حياته، وبيبقى طبعا بالتأكيد أصعب شوية لو كانت البداية وهو طفل. أولا طبعاً خلينا نوضح للسيدات والأمهات في المنازل إزاي أكتشف الأول إن ابني عنده أو أخده عشان أعمل له التحليل بتاع السكر، إن عنده مبادئ أو عنده سكر. طبعا هو في البداية بيبقى الطفل لما بيبتدي يظهر عليه أعراض السكر في الأول خالص، تبقى أول حاجة إن هو بتبول بشكل مستمر، يبتدي يخش الحمام كتير، بعدين كمان نتيجة ان السكر بيبقى عالي في جسمه واحنا لسه مش عارفين، بيحصل نوع من انواع الشرى، فبيبتدي ياكل كتير، وبل بالعكس هو بياكل كتير وعمال يخس. فهو دي المشكلة. شرى ناحية الاكل ولا ناحية الحلويات؟ لا، الاكل كله، الاكل عامة، وبياكل بطريقة مش طبيعية اكتر من اللازم، ومع هذا بيخس مش بيزيد في الوزن، ويبتدي يحس بخمول وان هو همدان طول الوقت، ساعتها بنشك ان هو في سكر. وطبعا لو في وجع في البطن او يبتدي بقى الموضوع يبقى متاخر خالص، ان هو يبتدي الوعي بتاعه يقل، ان هو يبتدي يبقى نايمان طول الوقت مع وجع البطن والترجيع. وده للاسف في يعني مستشفيات كتير، لما الطفل اللي لسه في بدايات غيبوبه سكر يجي بوجع في البطن وترجيع يفتكروه عنده نزلة معوية ويروح لكذا دكتور، والدكاترة كلهم يقولوا له ان هو. طب الغيبوبة نتيجة زيادة ولا نقصان؟ لا، زيادة في السكر. الزيادة، زيادة في السكر هو ده الأعراض كلها دي بتاعت زيادة السكر. هو لسه ما اكتشفش، لسه ما خدش انسولين. طب احنا ازاي بنفرق انه نزلة معوية؟ يعني دي نقطة برضو مهمة، ان الأم هتاخد ابنها للطبيب هيشخصه نزلة معوية، ازاي بنعرف انه دي نزلة معوية او لا؟ ما احنا حضرتك من كتر فعلا التشخيص الغلط بقينا نقول لكل الدكاتره الصغيرين اللي هم النواب والممارسين العامين في الاستقبالات، ان احنا لازم اي طفل بيجي بترجيع ووجع في بطنه ما بنسلمش على طول ان هو نازله معويه، لازم كمان نقيس السكر شكه بسيطه نتاكد ان هو مش بدايات غيبوبه سكر. ده بيبقى السكر من النوع الاول؟ لسه النوع الاول. هو يعني 95% من السكر اللي بيجي للاطفال هو من النوع الاول، والانواع الثانيه موجوده بس نادره، النوع الثاني اللي هو بيتاخد له اقراص ده في الكبار اكتر. فهو المشكله كلها في النوع الاول. لازم يكون في هيستوري او تاريخ مرضي في العيله، ولا ممكن يبقى ما عندهمش تاريخ مرضي في العيله وطفل يجيله؟ لا، هو حضرتك ممكن ما يكونش فيه خالص اي تاريخ مرضي خالص، لانه المرض اصلا عباره عن خلل في المناعه، يعني هو حصل فجاه. 50% بيبقى السبب غير معروف، و50% بيبقى بعد التهاب في المناعة ولا في افرازات البنكرياس. لا، هي خلل في المناعة، فالجسم بينتج مضادات ضد البنكرياس اللي في الجسم. يعني البنكرياس اللي هو بيفرز الانسولين ده بيبقى الجسم بيتعرف عليه اكنه جسم غريب، فيروح مهاجمه يعني قاضي عليه خالص، فيبتدي الانسولين يقل. يعني هو معروف ان هو بيقول عليه ان هو كسل، لكن دي انا اول مره اعرفها ان هو ده مناعي. ده بيبقى هجوم، خلل في المناعه فعلا. من سن كام يا دكتوره المفروض نبتدي نتابع لا قدر الله اذا ظهرت هذه الاعراض؟ يعني من قبل سن كام مفيش قلق، ومن بعد سن كام عند الاطفال نبتدي نتابع الاعراض دي؟ هو للاسف انا نفسي اطمن الناس، بس هو يعني احنا بنشوف سكر من واحنا لسه يعني شهور بالظبط. يا نهار ابيض. ممكن وده يتم اكتشافه ازاي وهو لسه شهور؟ يعني ده رضيع، يتم اكتشافه ازاي؟ بيبقى ما بيكبرش وفي تبول كبير كبير جدا، مش راضي يزيد في الوزن. موضوع الوزن ده مهم جدا عند الاطفال. الوزن ده مهم قوي،
وبيخس برضو مع انه بيرضع كويس نفس الكلام بالظبط. طب موضوع الشكه حضرتك بتقولي بنكتشفه، طبعا معروف السكر شكه صغيره، موضوع الشكه ده اظن مع التطور الطبي والتكنولوجي بقى فيه يعني ادوات حديثه اقل إلاما للاطفال الصغيرين. طبعا زي ما حضرتك قلتي وحضرتك تفضلتي وقلتي ان الـ الـ للاسف ما فيش يعني كيور، ما فيش علاج نهائي حقيقة. فاحنا بنضطر نعيش مع السكر ده طول الوقت لغايه ما ان شاء الله ربنا يبعت لنا علاج. فالطفل الحقيقه المفروض بيتشك علشان يظبط سكره مش اقل من 5-6 مرات في اليوم، قبل الوجبه وبعد الوجبه بساعتين، ممكن مره قبل ما ينام عشان نطمن، ممكن مره على الفجر عشان الهبوط اللي بيحصل في الفجر. فدي طبعا بتبقى مؤرقه جدا للاطفال. فالحمد لله مؤخرا التكنولوجيا يعني الابحاث وكده وصلنا لسنسور اللي هو اسمه مجاز، ده بيتركب في الذراع بتاع الطفل وبيقيس السكر من غير ما نضطر نشكه. ده بيستخدم كم مره؟ ده في انواع، في انواع تبع المضخه بيبقى يعني مقترن بالمضخه بتاعت الانسولين، ده بيقعد 6 ايام وبنجيب تاني. وفي نوع اللي هو لوحده، ده الجسم في حاجه الانسولين بيضخ النسبه اللي مطلوبه في الوقت المناسب مش كده؟ ده المضخه الانسولين. دي بتدي العلاج برضو اللي هو مش بنضطر نشكه بالقلم علشان ياخد الانسولين. وفي نوع تاني اللي هو من غير مضخه انسولين اللي هو لوحده خالص، ده بيقعد 14 يوم. 14 يوم. طيب ازاي الاهل يتعاملوا مع طفل عنده سكر على اساس يظبطوا له بقى الدنيا؟ ايه الاكل ازاي؟ التظبيطات بتاعته ازاي؟ امنعه عن السكر خالص ولا لا؟ ايه الحاجات الصح اللي يعملوها مع طفل عنده سكر؟ طبعا هو اهم حاجه في متابعه السكر هو ان لازم يبقى في دكتور سكر بيتابع الموضوع. طبعا. ومش بس دكتور سكر، يعني هو المفروض فريق كامل من الدكاترة المتخصصين، بيبقى مع دكتور السكر في استشاري تغذية، وفي برضو استشاري نفسي أو أخصائي نفسي مهم متخصص في الحاجات اللي بتحصل للأطفال السكريين، لأن أي مرض مزمن بيبقى معاه شوية متلازمات نفسية، يعني اكتئاب، إن أنا أحس اشمعنى أنا، حاجات معينة كل الأطفال بعد شوية بتواجهها ولازم أبقى عندي رد مناسب ليها. لو أنا ما بتابعش مش هرد عليه صح. في الحالات دي يا دكتور بيبقى الرد برضو، لأنه موضوع برضو بيشغل بالي أحياناً، طفل صغير بتحرميه من الحلويات اللي هي كل الأطفال حواليه بتبقى بتاكلها. أيوه. في الحالة دي بتقنعه الطفل زي حضرتك؟ هو إحنا ما فيش حرمان الحمد لله. يعني هو الحرمان غلط، فإحنا ما بنحرمش. إحنا ممكن نحسب كل الحلويات اللي هو هياخدها بس بكمية مناسبة، يعني حتى الكمية المناسبة ليه هي مناسبة لأي حد. يعني هو عامة مش صح إن أي طفل طبيعي ياكل حلويات كتير، ما هي مضرة على صحته. الموضوع بقى. يعني شوية إحنا بنقنن الموضوع ونديله جرعة الإنسولين المناسبة اللي هي هتحرق الكمية الحلويات دي عادي جدا. وبناخد معاه القلم لو في عيد ميلاد أو في حاجة في المدرسة بياخد معاه القلم. وبنتفق مع المدرسه، والحمد لله في تعاون كبير دلوقتي من المدارس، ان احنا قبل بدايه المدرسه في عاملين ورق والام بتملاه، وبنسيب القلم بتاع الانسولين في المدارس، وبيتاخد قبل اللانش بوكس وقبل الفان داي او اي حاجه. هو المفروض الطفل ياخد يعني تقريبا، طبعا هو كل واحد مختلف عن التاني، بس تقريبا بتبقى كام جرعه في اليوم؟ هي حسب الوزن، يعني حضرتك بنحسبها حسب وزن الطفل، يعني في الافريج لو الطفل وزنه 20 كيلو هياخد 20 وحدة على مدار اليوم كله، متقسمين بقى 20 مرة؟ لا 20 وحدة، 20 وحدة انسولين كل مرة بتبقى على 4 مرات، نصها طويل المفعول والباقي بيبقى قبل الوجبات اللي هو بيحرق الأكل أو بيسمح. بتبقى كلها عبارة عن حقن ولا بيبقى فيه زي الكبار بتبقى حبوب؟ كلها حقن للأسف، لأن طبعا الإنسولين ده زي بروتين كده، أنا لو خدته عن طريق البق بيتهضم ما يشتغلش، فلازم عن طريق الحقن. وفي طرق معينة نحمي بيها الأطفال الصغيرين من إن هم يصابوا أصلا بالسكر؟ ولا هو الموضوع زي ما بتقولي بيبقى حالة مرضية، ضعف مناعة وراثي؟ للأسف هو في النوع الأول ما فيش حاجة حد في العالم كله قدر يمنع النوع الأول. في دواء جديد نازل اللي هو مش علاج، أقصد وقاية. وقاية مش علاج؟ لا هو أصله ملوش علاقة بالأكل. يعني ناس كتير قوي أصلا كانت اوريدي هيلثي ايترز، ناس رياضيين وبيجي لهم تايب 1 دايابيتس اللي هو النوع الأول، فهي ملهاش علاقه. يعني الناس ما تربطش دايما، في يقول لك ما تاكلش او ما تاكلش عيالك سكر كتير علشان يجي له سكر. ده التايب 2.
يعني ده ممكن يجيب، بس يجيب نوع تاني من السكر. النوع التاني اللي هو لما الواحد يبقى فعلا شارف في اكل الحلويات. ده بقى اللي هو بيرهق البنكرياس بتاعه. يعني البنكرياس يقعد يفرز انسولين 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 بطريقه جامده، يعني ده حقيقي فعلا. يفيل يعني. ده سواء للكبار او الصغار. طبعا طبعا ده اللي هو تايب 2 ده، وده اللي بيبقى فيه فاميلي هيستوري بقى، تلاقي الجد والجده عندهم سكر وحد من الاهل او كده. حضرتك يا دكتور عندك مؤسسة خيرية بتعالج أطفال السكر بالمجان وبتقدم لهم الخدمات العلاجية كلها بالمجان. من البداية كده جات لك الفكرة منين وليه إن أنت تعملي مؤسسة خيرية تعالجي أطفال السكر؟ وأنا الحقيقة بشتغل في مستشفى أطفال دمرداش تبع جامعة عين شمس، بقالي أكتر من 15 سنة في المستشفى. فالحقيقة يعني قاعدين بقى مع البيشنتس اللي هم المرضى بتوع الأطفال السكر، وقد إيه إحنا يعني شايفين معاناتهم. فالحقيقة يعني إحنا عايزين نتعاون مع الحكومة كلها إن إحنا نحاول نوفر لهم كل الحاجات الجديدة الجميلة اللي هي زي السنسور وزي المضخة اللي هي بتخلي الطفل يحس إنه طبيعي وما حصلش حاجة، وإن الموضوع بسيط، وان هو هيكبر من غير مضاعفات. ازاي يتعايش مع المرض، ازاي يتعايش. وبعدين برضو للاسف يعني احنا ما كناش برضو في الاول واخدين بالنا من حته الموضوع النفسي والموضوع التغذيه. دلوقتي بقى عندنا فريق متكامل، ان هو كل دوري على طول الاطفال عندنا بتاخد دورات تغذيه، ازاي يعد النشويات في الاكل وياخد الجرعه المناسبه. يعني مش كل يوم نفس الجرعه. لا، احنا النهارده عاملين مثلا محشي، انا ندي حاجه معينه، بكره سمك، لا ما ينفعش اخد نفس الجرعه، اما الجرعه تهبطني. نفس الموضوع بالنسبه للنفسي، اي طفل بيعاني من مشكله نفسيه برضو بنبعته لاخصائي نفسي في المؤسسه. وكله الحمد لله مجانا. في تعامل مع الامهات كمان، يعني الام بتبقى اكتر واحده طبعاً بتتعامل مع هي الموضوع. الام دي التارجت، اظن هي كمان بتبقى محتاجه تاهيل نفسي. ايوه طبعا. غير بقى الصدمه الاولى طبعاً، ان الطفل جاله سكر. بعد كده هي المسؤولة طبعا، هي اللي بتعمل الأكل وهي اللي بتحضر الأكل وهي اللي بتفهم الطفل بعد كده. لأن لازم بالتدريج الأم دي تنقل كل حاجة للطفل، لأن الطفل هيكبر فلازم هو اللي هيبقى مسؤول عن نفسه بعد شوية. طب سؤال بقى، يمكن كتير من الأمهات بيسألوه، يمكن احنا متعارف إلى حد ما أو يعني في المعلومات العامة، السكر بيبقى نسبته كم في الدم؟ قريب يعني احنا حافظينه بالضغط، يعني امتى يبقى عالي وامتى يبقى واطي، واحد رابط بينه وبين الضغط. لكن السكر التراكمي امتى بقى اعرفه يبقى عالي؟ المفروض الواحد يعمل او يعمل لطفله كل قد ايه اللي هو اختبار السكر التراكمي، وايه الفرق بينه وبين السكر العادي اللي احنا بنقيسه كل شويه؟ طبعا هو التراكمي، السكر التراكمي ده مهم جدا ان هو بيكشف اللي قدامي. يعني انا لو الطفل السكري جالي بيقول انا سكري مظبوط بالظبط، لو انا قست له السكر في ساعتها. شكرا طبعا، انا مترقطة حضرتك، شكرا شكرا جدا يا دكتور، لكن ما نتابع مع حضراتكم على الشاشه وعلى الهواء مباشره وصول السيد الرئيس لحضور المؤتمر الاول للتحالف الوطني للعمل الاهلي، فالى هناك. تابعنا مع حضراتكم وصول السيد الرئيس لحضور المؤتمر الوطني للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ونرجع ورجعنا نتابع مع حضراتكم مرة تانية. وكنا بنتكلم مع حضرتك يا دكتور على موضوع السكر التراكمي، إيه الفرق ما بين السكر التراكمي والسكر، أولا إيه معدل السكر اليومي علشان برضو لو ما حدش يعرفه إمتى يبقى السكر منخفض وإمتى يبقى مرتفع، وإيه الفرق بينه وبين التراكمي؟ تمام. هو بالنسبة للطبيعيين اللي هم ما فيش سكر، السكر لازم يبقى أقل من 126 أقل من 126 والتراكمي المفروض الطبيعي بيبقى أقل من 5.8 5.8. طيب المفروض التراكمي ده أعمله كل قد إيه بقى؟ لا، إحنا الطبيعيين اللي هم ما بيشتكيش من حاجة وأنا مش شاكك في حاجة ما بعملش أي حاجة. لا، أنا بتكلم اللي هو الطفل المريض أعمله التراكمي كل قد إيه؟ التراكمي بيتعمل من كل 3 شهور تقريباً.
وهو ده اللي بيكشف الطفل اللي قدامي اخباره ايه في الثلاث شهور كلهم، لان دي نسبه الجلوكوز اللي ماسكه في الهيموجلوبين بتاع الدم. فدي بتوريني النسبه على مدار فتره طويله. المفروض طبعا علشان اتفادى اي مضاعفات تحصل للطفل لازم يبقى التراكم بتاعه اقل من 7. حقيقة شكرا على كل هذه المعلومات ضيفتنا الكريمة دكتورة رشا العدوي استشاري طب أطفال والغدد الصماء بجامعة عين شمس، شرفتينا، شكرا على وجودك.